من أبناء العراق لزيادة ثروة العراق حتى تزداد الخدمات ورفاهية العيش إن شاء الله. في نيسان يمثل قفزة نوعية في الصناعة النفطية العراقية ويواكب التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في العالم. العراق بحاجة إلى صوتك. معاً ننتخب دولة القانون. إيدي كافي كافي، ملينا كلها سوالف وسوالف. إيش وقت نرتاح؟ إيش وقت الشعب يرتاح وياخذ راحته؟ ها ماما، ليش عصبية؟ إي ماما عصبية. دخمة. إيش قالت الانتخابات؟ وش حجة الانتخابات؟ وجبناها من 2010 ولهسه ايش حصلنا؟ ابني انت ما تعرف شنو السالفة. اكو بالبرلمان ناس مطلوبين للعدالة، بس البرلمان ما يرفع الحصانة عنهم وما يقدمهم للقضاء، وبالين يكتلون بالعراقيين واقعين بيهم دق. يعاب كافي كافي. على كيفك ماما، على كيفك. صحتك اهم شيء، صحتك ماما. كل شيء له ثمن، الإنسان ما يتعلم بلاش، لازم يدفع الثمن، وإحنا دفعنا الثمن بهاي الأربع سنين وتعلمنا شلون نقضي على هاي الصفقات ولو الأذرع، بس بشرط. وشنو هو الشرط؟ الأغلبية السياسية، يعني إحنا عرفنا سياسة البرلمان اللي ما حققت 1% من القوانين اللي قدمتها الحكومة للبرلمان. وليش ما قروها؟ لأنهم يردون صفقات وتوافقات لمصالحهم ومصالح كتلهم الخاصة. وشنو الحال؟ مو قلنا يا ماما الأغلبية السياسية شبيت؟ ماما قررنا أنا وزملائي بالكلية ننتخب كنا قائمة دولة القانون حتى نوفر لهم أغلبية مريحة بالبرلمان، وبعدين يقودون البلد إلى بر الأمان ونخلص من الطائفيين والمفسدين وداعمي الإرهاب وضميرنا يرتاح.
العراق قطع شوطا طويلا بالرغم من أنه ما زال هنالك الكثير من العمل. البلد في تغير نحو الأفضل. في السنوات القليلة الماضية استثمرنا الكثير في مجال الطاقة، فقد تضاعف إنتاجنا للنفط مما أدى إلى تضاعف الرواتب وتحسن المستوى المعيشي، وبدأت الاستثمارات الأجنبية تصل البلد تباعا، واستثمرنا الكثير في مشاريع البناء. إننا نعمل على بناء العراق، لا رجوع إلى الوراء. بإمكاننا إكمال المسيرة معا، مستقبلهم بين يديك. العراق بحاجة إلى صوتك. معا ننتخب دولة القانون. قال الإمام علي عليه السلام في الصفات الحميدة: الحلم عشيرة. وقال عليه السلام: التقوى رئيس الأخلاق، العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. وقال أيضا عليه السلام: أحسنوا في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم. وقال عليه السلام: الكرم عطف من الرحم. وقال عليه السلام: كفى بالقناعة ملكا وبحسن الخلق نعيما. قال الإمام علي عليه السلام: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وقال أيضا: استنزلوا الرزق بالصدقة. وقال عليه السلام: ما على من اقتصد. وقال أيضا: الاستقامة سلامة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال الإيمان، إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق، وإذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه.